24% تم اجتياحها بشكل جذري وبشكل نهائي، وخلخلت التوازن النباتي من خلال تحول تشكيلات طبيعيه الى معطرات او تعقيد من مستبدلها بسنتين اخر. على المستوى المثالي، تراجعت اصناف الغابويه الطبيعيه ب 5000 التي كانت تتبع 5117 هكتار خلال فتره مضروبه بمعدل تراجع سنوي يزيد 100 هكتار في السنه، منها 3870 هكتار تم اجتيازها خلال الفتره الممتده بالاسابيع حول تتبع التطور الحديث للغطاء الغابوي بالمنتزه الوطني للتزكى ومنطقه سكور. شكرا. لان بدايه اهنئ منتدى المراقبين على هذا الانجاز وعلى هذا الخطوه الجريئه التي يمكن ان نقطه انطلاق ل الطلبه الباحثين في الجغرافيه وكذا الاساتذه لتبادل الخبرات ولاخراج هذا العمل الى الميدان ويكون له فائده، لان تنوع الابحاث وتنوع الدراسات تحتاج مثل هذه اللقاءات حتى يكون هناك منفعه للجميع. فبعدما راينا المنهجيه او المداخلات اليوم الاول حول المنهجيه، حول الدراسات الاجتماعيه، حول كيفيه انجاز البحوث، الان يعني كيف سيتم توظيف هذه الوسائل الاستشعار عن بعد يعني كوسيله جديده على جغرافي جدد، لان في الدراسات القديمه كان يتم الاعتماد على طرق يعني كان فيها صعوبات اكثر من الان بانجاز الخرائط. وانتم تعلمون بان الجغرافي صورته هي خريطه. دائما اذا كان العمل جيدا يظهر خرائطي وفي الميديات، اما المد فهو يمكن ان يكون موجود هنا. اذا الان بالنسبه حتى لا اطيل عليكم وحتى لا اكرر ما قاله زملائي بعد قليل حول يعني استخدام هذه وسائل الاستشاره عن بعد، يعني ساركز على الخطوات ونقاش سيكون ذلك كارضيه للنقاش فقط، يعني ان ما يمكنش نطول بزاف، والا كان ممكن ان من بعد في المناقشه يمكن نطرق على اي حاجه اي استفسار للمتدخل. لان العنوان ديالنا حول تتبع التطور الحديث للغطاء الغابوي بجبهه الزكاة ومنخفض كره الدف، لقد تم اختيار هذا المنطقتين مختلفتين لكي نعطي المبررات ولنعطي مقارنه للمنطقتين، ثم كذلك تم استخدام الوثائق ديال الاستشعار عن بعد او الوثائق المستعمله في الاستشعار عن بعد تختلف بين صور جويه وبين القمر الاصطناعي للتاق الى الخارج، حتى يكون هناك الحصول على النتائج اللي هي مختلفه. اذا السياق العام الذي جاء في هذا الدراسه، ان التطور التقنية الحديثه خلال العقود الاخيره ومنطقه ظهور نظم المعلومات الغربيه واستخدام المرئيات الفضائيه والجويه زادت من باحثين الخرائط في العديد من التخصصات اعتمادا على الاستعمال وتوظيف الاستشاره عن بعد في الدراسه الجغرافيه بفضل ما توفره من معطيات ومعارف علميه دقيقه، يعني حتى يعني فمثلا الدراسات التي تهتم بالغلاف الحيوي تعد التخصصات الاكثر توظيفا لهذه الادوات الحديثه بهدف تتبع التطور السريع الذي يميز الاوساط الطبيعيه والبيئيه وكذا معالجه مختلف الاشكاليات المتعلقه بالبحث الجغرافي الحديث. يعني عندنا نظم المعلومات لا تقتصر على تعدد تخصصات متعدده، سواء في تتبع يعني الاشكاليات الخاصه مثلا بالفيضانات او بالتهيئه الحضريه او التهيئه الكرويه او مجالات متعدده. والاشكاليه التي بصدد ركزنا عليها لدراسه او لاستخدام هذه التقنيه كان ما فقط أن إشكالية مطروحة ديال تطور الديناميا ديال
تشكيلات غابويه وشبه غابويه بين منطقتين مختلفتين من اجل هذه الوسائل تساعدنا على تتبع هذه الدراسه ومعرفه يعني اهم تحولات المجاليه في المنطقتين. ويتمثل الهدف الاساسي لهذه الدراسه بتحديد حجم التطور الذي عرفته الغابات وتشكيلات الغابه والشبه الغابويه بمنطقتين مختلفتين من منطقه سكور الدلف وكل منطقتين معا ينتميان الى الاطلس المتوسط الارض. هذا الموقع الجغرافي للمنطقتين يعني ينتمي المجالان المدروسان لجبال الاطلس المتوسط لكن موقعهما الجغرافي بشكل كبير يشكل النهايه الشرقيه للاطلس المتوسط الاوسط في حين يمتد جبل تزكى وركزنا بالاخص على السفح الجنوبي لتزكى لتطبيق هذا يعني في الجزء الشمالي الغربي للاطلس المتوسط الاوسط الغربي. اذا فمنخفض سكورانداز يقع في المجال الاولاني اللي هو سكورانداز ما بين يعني الاحداثيات اللي كتشوفوا ما بين عفوا خطوط العرض 33 درجه 25 و 33 40 شمالا وقد يكون 34 44 غربا وهو عباره عن منخفض محصور بين جبل تشوكس الممتد في الجنوب الشرقي وسلسله من قمم الاعراق والشمال. تزيد الارتفاع بشكل عام من الجنوب في اتجاه الشمال تزيد بين 600 الى 900 وتقترب احيانا الى تتجاوز 2000 كما هو جبل تشوكس. تنوع بالنسبه للصخور ضروري للدراسه يعني ضروري التطرق الى هذه الشجره، تنوع البروز الصخريه من طبق كيف دولوميتين، اختلاف الاطربه كذلك له دور في على مستوى الخصائص الفيزيائيه والكيميائيه في تواجد وتنوع الغطاء الغابوي. الناحيه البيومناخيه في المنطقه ديال منخفض سكور امداز بيومناخ شبه قاحد ومتغيره حراريه بارده الى معتدله بسبب الوضع المخبأ الطبوغرافي اللي كتميز به. الانتشار الكبير للاصناف الجفيفه لان المناخ شبه تري. هناك اصناف التي سوف نجدها بشكل متميز في هذا المنخفض عكس مثلا المنخفض يتذكر الارتفاع وخصوصيات او الخصائص المناخيه جدا ملائمه في هذا المجال. اذا اهمها الاعراق الاحمر الافصيه وكثير الجبال ودرجه الاعقال السنديه الاخضر. اما المجال فيشكل كتله تمتد ما بين قطاي عرض دائما 34 2 و 34 0 6 وقطاي طول 4 10 و 4 15 في النهايه الشرقيه للاطلس المتوسط جنوب تازة. لتكون هذا المجال الجبلي من اعراق متعدده اتجاهات مختلفه قبل ان تطلق القمه حيث الارتفاع الى 1980 متر. اما في سافله السبوع الجنوبيه المعنيه بالدراسه فلا يتجاوز ارتفاع 1200 متر. باستثناء البروزه الجرانيتيه قرب القمه فان الشيست ديال الزمن الاول متميز بينه وبين السجن ومكون من الرفوف هو الصخر السائل. تعاقب عملية التعرية كذلك العامل التعرية هو مهم في هذه المنطقة المعان باستثناء بعض بروز الجرانيتية قرب القمة كما قلت. تعاقب عملية التعرية وتطرق خلال الربع الأوسط والحديد إلى تشكيل أتربة مختلفة حسب التوجيه يعني دور التوجيه ودور يعني السفوح ويعني الطبوغرافية تتحكم في هذا غياب الرواسب أو حضورها. تتميز الظروف المناخية بزيادة اليوم مناخ الرطب وشديد الرطوبة. إذا شوفوا المقارنة بين على مستوى معطيات المعطيات المناخية. إذا بمتغير حرارية لطيفة ولحظة أخرى شبه قاحلة وهي ظروف ملائمة لغابة الأرز الأطلسي في حين نجده غائب أولى بشكل طفيف على قيمة الشوك. وهي ظروف ملائمة لغابة الأرز وسنديان الزان وسنديان الأخضر وسنديان الأكلية. إذا الوثائق التي تم استعمالها واعتمادها حتى نعرف يعني بالنسبة لمنخفض سكورة أعطينا واحد التنوع. اعتمدنا على صور القمر الاصطناعي كاين صور جوية لكن حاولنا نديروا واحد اعتمدنا في منخفض سكورة على صور القمر الاصطناعي التي سقطت 1984 و 2014 وتعمدنا تكون في شهر غشت بقدرة ميزية مجالية تصلها 30 متر. في غشت لأن تكون الغابة في حالتها الطبيعية وغير متداخلة مع الغطاء النباتات ديال الفصل الربيع والعشبيه اللي اثرنا على المعالجه وعلى التأويل. ثم بالنسبه للسطح الجنوبي جبل تزكى الجويه لسنه 62 بمقياس 21000 تقطت شهر يوليو كذلك وصور حديثه اخذت سنه 2008 بمقياس 21000 تقطت شهر يونيو يعني تلاحظون بان نفس
تقريبا فترات زمنيه المنهجيه كما طرق له الصديق حتى لا اطيل عليكم، يعني من عمليه الفوز بالنسبه للصور الجويه وضعها التصحيح ووضعها في فوسي فيساء، وبالتالي نفس المنهجيه. ثم بالنسبه للقمر الاصطناعي لاحظوا كان هناك التركيز على حساب المعامل الغطاء النباتي اللي هو ال ان دي في من خلال الحصول على المعالجه الغير موجهه للغطاء النباتي لمعرفه كثافه الغطاء النباتي. معلومات المحافظه على التراث واخذتك نموذج مدينه فاس كتسليم للعرض، هناك تقييم للتقديم وإمكانية واهداف وفرضيات ومنهجيه للعمل. هناك محاور مداخله وليدتيه تحتوي على ثلاث محاور: عوامل تطور الاطار المبني بمدينه فاس، نموذج نظم المعلومات الجغرافيه ودورها في حمايه التراث، نظم المعلومات الجغرافيه كاداه لتحقيق التنميه السياحيه. وكمقدمه للعرض تعتبر مدينه فاس ارثا حضاريا هاما بتناجز العديد من الحضارات عبر العصور، انعكس ذلك على نسيجها العمراني مما جعلها تزخر بتركيبه عمرانيه فريده، غير انها في الاخير عاشت خلال العقد الاخيره نوعا من الاهمال والتطور مما اثر على مرافقها العمرانيه. ولقد خطى المغرب خطوات كبيره في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال اول تجربه له على الصعيد الوطني في تطوير التراث العمراني ورد الاعتبار له من خلال التجربه خاصه على المستوى المحلي فاس بشكلها وكاله تخفيض من كثافه لادر لفاس، حيث كما لعبت نظم المعلومات الجغرافيه دورا اساسيا في عمليه التشخيص والاعداد بالاضافه الى دورها الفعال في التدبير الحضري وسرعه اتخاذ قرار سليم وفق توجهات وقوانين تصميم رد الاعتبار. وبهذا صارت مدينه فاس اول مره عامله على بروره هذه الوسيله العلميه الحديثه والفعاله. الاعتبار بمعاني التاريخي والنسيج العمراني ككل المدينه القديمه يصطدم بمجموعه من الاشكاليات مما يطرح عده تساؤلات حول ما هي رائحه رغم التراث المدينه المدينه العتيقه، كيف تخيم التحولات المجاليه والسوسيو اقتصاديه في تسريع تدور النسيج العتيق، ما هي طبيعه ونوعيه التدخلات المعتمده في اطار سياسه رد الاعتبار، وما هي الحلول التي يمكن اعتمادها للمساهمه في الحفاظ على التراث المبني بالمدينه العتيقه. كفرضيات اخترناها تتوفر مدينة فاس على نسيج عتيق ومعالم تاريخية وأثرية وهو ما يساهم في الإنعاش السياحي والاقتصادي للمدينة. تعتبر العوامل الطبيعية والتحول السوسيو-اقتصادي أهم أسباب تدهور نسيج عتيق والمعالم التاريخية، كما تعاني العديد من المعالم التاريخية من الإهمال مما يهدد هذا الإرث المعماري للزوال والانبساط. أهداف هذا البحث هو تحديد العوامل المسؤولة عن تدهور النسيج العتيق، إدراج مختلف أشكال هذا التدهور، تقييم تدخلات الدولة والمجتمع في رد الاعتبار للنسيج العتيق، ومدى نجاعة هذه السياسات في الحفاظ عليه. كمحور أول هو نظم المعلومات الجغرافية ودورها في حماية التراث. لابد أولا من تحديد تشخيص دقيق عوامل تدهور النسيج العتيق بالمدينة القديمة فاس، حيث هناك عوامل طبيعية وعوامل بشرية تساهم في تزايد حدة التدهور، منها عوامل فيزيائية وكيميائية كتساقطات الحرارة التي تؤدي إلى تسرب المياه داخل الجدران وبالتالي تحددها. هذه الصورة لمنزل يحتوي على رطوبة و تفرض المياه به. هناك عوامل ميكانيكيه حيث تعمل المياه الرياح والهزات والحركات الباطنيه على احداث تشققات في بنيه الاسوار والانسجه المبنيه. هذه صوره نموذجيه لمظاهر التشققات بالمدينه القديمه. عوامل بيولوجيه حيث تساهم الكائنات التي تنتشر بمدينة عتيقة لمدينة فاس على زيادة من هشاشة هذه البنية من خلال تشكيك الجدران. صورة للعوامل البيولوجية وأصل النباتات. عوامل بشرية كالضغط الديموغرافي المتزايد، التدخلات العشوائية للساكنة في إصلاح السكن، التغير الوظيفي للبنيات حيث معظم البنيات خاصة الطرق الرئيسية للمدينة القديمة تحولت وظيفة سكنية إلى وظيفة أكثر اختصاصا
الاقتصاديه بالخصوص. هنا صور لارتفاع عدد الطوارئ في المسكن الوحيد، وايضا هناك ظاهره التساكن، اي منزل واحد تسكنه اكثر من عائله بالمدينه. عوامل مرتبطه بالمجال المدني، ظاهره شيخوخه او تقادم المباني، طريقه البناء، حيث تغلب على طريقة البناء القديمة، ليست هي كالطريقة الحديثة، فيها مواد جديدة كالإسمنت، عكس ما كانت به بناء المدينة القديمة في المقر. تدهور تقدم البنيات التحتية، تدهور شبكة التبهار وهشاشة البنية الطرقية. هذه صورة خرب موجودة بالمدينة القديمة، مما تؤثر على المنازل المجاورة لهذه الخرب. بعض أشكال ومظاهر التدهور، هناك ظاهرة السكن المهدد للبنية والتي تميز معظم مدينة أحياء المدينة القديمة لفاس، حيث تعد مدينة فاس القديمة المغرب التي أصبح خطر الانهيار يهدد إطارها المعماري المتقدم والمتهالك بفعل تأثير الظروف الطبيعية والتحولات الاجتماعية على إطارها المعماري، حيث أكثر من 4000 بناية هي مهددة بالانهيار، من أصل 11000 بناية موجودة في المدينة القديمة، منها أكثر من 1850 مصنفة في الدرجة الأولى من الخطورة. تشمل هذه الخطورة من خلال عدد الضحايا التي تساهم عدد الضحايا في المدينة القديمة، حيث تجاوز عدد الضحايا في 2004 إلى 10 ضحايا قتلى وجرحى في 9. أبريل 2010 4 قتلى و6 جرحى. كذلك حجم الظاهرة يبرز من خلال حجم وعدد المباني المهددة والتي هي في ارتفاع. سنة 2004 درجة الخطورة كانت بالنسبة للدرجة الثالثة، في 2004 كانت نسبية قليلة، في 2008 تجاوز إلى الضعف في نسبة هذه المباني المهددة بالانهيار. نظم المعلومات الجغرافية ودورها في تشخيص الحالة الفيزيائية للإطار المدني للمدينة القديمة، حيث أن الحالة الراهنة التي أصبحت عليها المدن التراثية تستدعي تدخل الإنقاذ ما لها من قيمة ثقافية وتاريخية مهمة. فمدينة فاس ذات السجل المعقد والمتميز بوزن تاريخي وثقافي كبير، يتطلب استعمال تقنيات علمية وجسم متطورة كفيلة بتشخيص وتحليل الحالة الراهنة من خلال ذلك، ومن خلال ذلك إدراك النبوءات والتصورات المستقبلية لضمان محاربة شاملة ولإنقاذ مدينة فاس. فقبل أي تدخل فعلي في أي بناية، سواء بهدف ترميمها أو تدعيمها، تلجأ وكالة رد الاعتبار لمدينة فاس، وهي خطوة كنموذج في رد الاعتبار لمدينة فاس، إلى خرائط منجزة بالاعتماد على نظم محيط المعلومات الجغرافية، خاصة برنامج ميكروستاسيون التي تعتمد عليه وكالة لاتير، وأن تمر مجموعة من المراحل لإنجاز نهائي هذه الخرائط، حيث تتمثل هذه المراحل في القيام بمسح دقيق للمبنى بهدف تحديد الحالة الفيزيائية، هل هي من درجة متدهورة جدا أم متوسطة أو ضعيفة نسبيا. قيام بتشخيص تقني، إعداد تقرير حول الحالة الراهنة للبناية السكنية، وتحول البنايات المحصل عليها إلى معلومات رقمية تعتبر كقاعدة بيانات، تحويل هذه البيانات إلى خريطة مبسطة تتضمن مجموعة من الرموز تعبر كل منها على ظاهرة معينة، خاصة في مخزن الخطورة. تمت إنجازها عن طريق الرادار، تمثل توزيع المحددة بالنسيج العاطق المدينة، حيث نجد أن أغلب تطور وسط المدينة خاصة الجديد التي فيها نسبة ديال التركيز للسكنة
اغلب المباني المهدده في الوسط وكذلك في مدينه تجديد القريبه من القصر الملكي. كنموذج لدور نظم المعلومات الجغرافيه في اعتبار للدور التاريخي والمعاني، هناك نموذج لدار بن شكرون التي اعتمدت على دار لرد الاعتبار لها. خلال هذا العمل تم الخرائط بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافيه شامله بالخصوص الصيف المعماري للمدينه وقيمته التاريخيه والفنيه، الحالات الفيزيائيه والوظيفه الاصليه، حيث اعتمد على التركيز على التصميم المعماري وعلى الاركيتكتور ديال المدينه ديال المنزل بصفه خاصه، بهدف التعويض واعاده احياء ذلك الهندسه سواء المعماريه او المعماريه لهذا المنزل.